ذكر المصنف رحمه الله الحديث الثالث، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، ثم عزاه إلى الحاكم. وأصله في صحيح مسلم وهو المحفوظ بلفظ: لم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. لم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. فرواية الحاكم في ماذا تخالف رواية مسلم؟ في أمرين، أحدهما في العدد، فرواية الحاكم العدد ينتهي إلى كم؟ إلى مئة. وأما في رواية مسلم لا حد لها إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه، أو زاد عليه. وقوله زاد عليه فيها تفسيران، أحدهما زاد عليه ذكرا من جنس هذا، زاد عليه ذكرا من جنس هذا، والآخر زاد عليه ذكرا آخر، زاد عليه ذكرا آخر، وكلاهما معنى صحيح. فالذي يقتصر على قول سبحان الله وبحمده 100 مرة ثم يأتي آخر فيزيد عليه بقول سبحان الله وبحمده 110 مرات فالثاني أكمل من الأول. وكذا لو أن الثاني زاد فقط أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات فإنه قد يكون قد زاد عليه. فالأول أنه الخلاف في العدد، والثاني في الجزاء، في الجزاء. فهنا في هذا الحديث غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وأما في مسلم فالجزاء أنه لا يكون أحد مثله، أنه لا يكون أحد قد جاء من العمل الصالح بمثله. من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، هذا أيضا في الصحيح من حديث أبي هريرة. لكن متى وقت قوله؟ في اليوم، وهو أوسع من الصباح. فصار عندنا أن سبحان الله وبحمده يشرع الإتيان به ذكرا في موضعين، أحدهما في الصباح والآخر في اليوم، أحدهما في الصباح والمساء والآخر في اليوم. والفرق بينهما أن اليوم أوسع من الصباح والمساء. فلو أن إنساناً قال سبحان الله بحمده بعد الظهر 100 مرة يكون قد جاء بها بأذكار الصباح أم لم يأتي؟ لم يأتي، لأن هذا ليس وقتاً للصباح. لكن يكون قد أتى بها في أذكار اليوم أم لم يأتي؟ يكون قد أتى بها. طيب، فإن أتى بها في الصباح مريداً ذكر الصباح واليوم فماذا يفعل؟ يقولها 200 ولا يقولها 100؟ يقولها 100 وينويهما معاً، فيقولها 100 وينويها عن الصباح وعن اليوم. وأكمل منه أن يقولها في الصباح 100 مرة ثم يأتي بها في بقية يومه 100 أخرى، فإن هذا أكمل في الأجر وأصدق في العمل، بأن يبقى الإنسان ذاكراً لربه بقول سبحان الله بحمده في يومه حتى يحصل من ذلك 100 مرة.